بعام 2007 أكمل الممثل بهاء خيون دراسته الأكاديمية وتخرج من كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية، وأصبح عضو بنقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية بدائرة السينما والمسرح. شارك بهاء بمهرجان المسرح المحترف بالجزائر ب 2009 و 2010، وبعام 2009 كان عنده مشاركة ثانية بمهرجان المسرح العربي بتونس. فاز بهاء وفريقه بهذا المهرجان بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل. شارك بعدها بعدة مهرجانات مهمة بدول عربية وأوروبية منها مصر والإمارات وفرنسا، وكان له حضور واعد بالإذاعة والتلفزيون. شارك الممثل بهاء خيون بالجزء الثاني من مسلسل بنج عام اللي دين عرض على قناة يو تي في، وكان له حضور دائم بكل حلقات المسلسل بأدوار إلها طابعها الخاص وحواراتها المميزة.